دراما مسرح اكيد يعني، اكيد ان شاء في الله. مشروع جديد؟ لا مش هقدر اقول عن اي مشروع مسرح، بس هو انا اتمنى يحصل كده. بتحضر حاجه جديده غير ريتسا؟ لا لحد دلوقتي ريتسا اخر فيلم بعمله، ولسه بقى هشوف. طب الدراما يا فشاوي، الدراما بالنسبه لك بتمثلك ايه؟ لا انا بطلت اشتغل في الدراما. ده انت متعمد، ده انت مش عايز تشتغل دراما؟ صحيح. طب ممكن اعرف ايه الاسباب؟ يعني السبب ده انا يمكن قلته يعني كذا مره قبل كده، بس هو الحقيقه يعني اقول لك سبب من الاسباب الحقيقية. يعني الحقيقيه ان والدي الله يرحمه قال لي يا احمد السينما هي التاريخ، وانت طول ما بيتعرض عليك افلام سينمائيه حلوه اعملها، يعني ما تاخدش وقت ان انت ممكن تعمل تلفزيون ان انت تضيع فيلم حلو او فيلمين منك في السنه. فقال لي طول ما بيتعرض عليك سينما حلوه ما تضيعش الفرص. بس اجر الدراما اكبر. ما هو مش الموضوع ما بقاش في الاجر دلوقتي اعتقد. تحب ينزل لك شغل على المنصات الالكترونيه دلوقتي بقت الناس كلها بينزل عليها شغل، فانت بتحب جمهور المنصات ولا جمهور السينما؟ انا طبعا هو خلي بالكوا هو الحقيقه جمهور السينما هو جمهور المنصات، لانه في الاخر الفيلم لما بيتعرض في السينما وبعدين بينزل على المنصه برضو في الاخر هو فيلم وقيمته بتبقى. في شوي مفيش دور في الدراما قريب شفته واتمنيت ان انت كنت تلعبه يعني شدك شخصيا؟ لا والله لا 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 ما اقدرش انا اصور كل الشهور دي. معلش. استاذ شريف دسوقي تحب تقول له ايه؟ استاذ شريف دسوقي اقول له ربنا يعني يقومك بالسلامه لينا ان شاء الله. ممكن تزوره في المستشفى تكون معاه تدعمه. معلش انا جاي اتكلم عن الفيلم، انا اسف. شكرا جزيلا. شكرا.